أجواء احتفالية وتعادل سلبي بين الأهلي ومصر المقاصة بدون أهداف. قبل ما ندخل في الشغل الفني والحديث عن المباراة، كابتن الخطيب يشكر رئيس مصر المقاصة بعد الاحتفاء بالنادي الأهلي داخل الملعب. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على توجيه الشكر للواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة بعد المشهد الحضاري الذي شهده اليوم استاد القاهرة وقيام لاعبي مصر المقاصة بعمل ممر شرفي للاعبي النادي الأهلي أبطال الدوري قبل انطلاق المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات الأسبوع 28 في البطولة وتقديم الورود للفريق وتهنئته بالتتويج رسميا بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. كما أشاد الكابتن الخطيب باللفتة الطيبة من مجلس إدارة مصر المقاصة وحرصهم على إحضار تورتة في صالة كبار الزوار باستاد القاهرة لتقديم التهنئة لمجلس إدارة الأهلي قبل انطلاق المباراة، وذلك في ظل العلاقة الطيبة والتقدير المتبادل بين مجلسي إدارتي الناديين. طبعا ده جه خلال الاتصال الهاتفي اللي جرى بين رئيس الأهلي كابتن محمود الخطيب واللواء محمد عبد السلام نظرا لعدم تمكن الكابتن الخطيب من حضور المباراة بسبب معاناته من آلام الظهر ونزلة برد حادة. طبعا هي لفتة طيبة جدا من نادي مصر المقاصة، وقلما تتكرر، يمكن ما تكررتش قبل كده، ويمكن دي أول مرة يعملها فريق ويعمل ممر شرفي لأبطال الدوري. بنشكر طبعا نادي مصر المقاصة وعلى رأسهم اللواء محمد عبد السلام.